انتم الاخوه اللهم بارك الكيكه كما كتشوفوها هي راه وجدات. اش كيدير؟ اش يا سلام. السلام عليكم خوتي، صباح الخير عليكم، نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. اليوم الخوت فيديو سبيسيال خاص كيف شوف مينياتور، يعني غادي نحتفلوا ان شاء الله واحد كمناسبه. عين هذا الفيديو هذا غادي يكون خاص لكم نتوما الخوت، اصلا الفيديوهات كاملين خاص لكم نتوما، ولكن هذا سبيسيال الخوت بغيت نشكركم فيه بزاف، يكون سبيسيال لكم نتوما والحب ديالكم نتوما الخوت، يعني بزاف ديال الحب. بغيت نشكركم بزاف 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 على السيبورت ديالكم وعلى اللي لايك ديالكم وعلى كل شيء ديالكم، تحياتي لكم والله. حتى كتفرحوني قسما بالله العظيم، حتى كتفرحوني بزاف بزاف بزاف. انا يعني غادي ندير ما فيش ديال الخوت، يعني ما نخليش يعني اي حاجه، المستحيل غادي نديروا ان شاء الله فيديوهات غادي يكونوا هربانين ان شاء الله اللي جايين الخوت، يعني كما غادي تشوفوا داك الشيء كلشي غادي تشوفوا ان شاء الله غادي يكونوا فيديوهات هربانين ديال بصح. المهم بلا ما نطول عليكم، جبنا الخوت كيكه يعني غادي نقادوه هنايا ان شاء الله، غادي نريكلوها وهذا الشيء كامل غادي تشوفوه معانا. ومهم بلا ما نطول عليكم، ليتس جو. بس قبل ما نوريكم المفاجاه اللي كاينه هنايا، بغيت نشارك معكم هذا المنظر هذا الرائع الخوت. وقبل راه كانت كتصب الشاي هنايا، يعني كما كتشوفوا شي بلايصه تبارك الله ولات خضره مع الشميشه هذه، طلعت واحد الشميشه يا سلام. شفت كيبان المنظر كيدير يا سلام. كما كتشوفوا هنايا كاين هذاك البط، ها هو البط الخوت، هذا راه البط هذا اللي كيعوم هنايا، صراحه ناضي ديال بصح. ولكن الغريب في الامر، يعني الغريب في الامر الخوت، كما كتشوفوا هذا الراجل هذا صانع قارب الخوت، يعني قارب باش غادي دابا فوق هذاك الماء. صراحه تحياتي ليه بزاف والله، تحياتي ليه قسما بالله العظيم. وان شاء الله غادي نقادو باش غادي نصيدو هنا، هنا كاين الحوت ديال النون، يعني الخوت هنا متواجد الحوت ديال النون، ان شاء الله غادي نقادو داك القارب باش نصيدو به هنايا. وغادي نقادو قلت لك رجعين واحد الفيديوهات اللي هربانين الخوت ديال بصح. وغادي نوليو نديرو ان شاء الله 48 ساعه 24 ساعه ان شاء الله، غادي نحضر لاطونت اقرب وقت، يعني اقرب وقت الخوت غادي نحضر لاطونت وغادي نولي نقاد ان شاء الله. بغيت نجرب ديك المتعه ديال انني نجرب ديك 24 ساعه في البريه ان شاء الله، وناكل من البريه، يعني ما غنجيب معايا حتى شي حاجه، غادي نحاول انني غادي نحضر بزاف ديال الامور من البريه، ويعني انتما غادي تتعلموا غادي تستافدوا بزاف ديال الحوايج في ذاك الفيديو، وان شاء الله غادي يجيو شي فيديوهات زوينين ان شاء الله. المهم بلا ما نطول عليكم اخوانا، هاي الكيكه ديالنا كما كتشوفوا جايبها الخوت من الدار مريقلها. بغيت نجرب نطيب كيكه هنا في البريه، ولكن الخوت خفت اننا ما غاديش تصدق، مع كما قلت لكم راه يلاه صبت الشتا غادي يكونوا العواد والارض فازقه الخوت، يعني ما غاديش بغاش تصدق لينا والعواد غادي يكونوا فازقين طبيعه الحال. المهم هاي الكيكه الخوت، جاي معايا الزين زين باش غادي نزينوا هذه الكيكه هذه، جاي معايا واحد طالون ديال الشوكولاط، وهنايا كاين واحد طونيك، وهنا كاين جوج سيجارات، نتمنوا انهم يكونوا ما تفرتكوش الخوت. عندنا الخوت واحد قريه البولاده، واحد المشروب غازي اللهم بارك، كويزنا وموس الخوت ومعلقه ضروري، وهاد الحكاكه هذه باش غادي نحكوا بها الطونيك ديالنا. صافي هادشي اللي كاين الخوت، وهاد الجباد هذا راه الخوت راه ما كيخطانيش، هذا الخوت فيما كنخرج البريه كنديه معايا ضروري، يعني تقدر تكون شي حاصله نبغي نصيدها بها ما تعرف يعني شنو كاين الخوت، ضروري الخوت هذا يكون عندي في الشكاره. ايوا هادشي اللي كاين قدام هاد النعيجات اللي جاو عندي، الله يبارك. شوف صراحه هجموا عندي هنايا الخوت، الله يتر داروا لي الهجوم، واحد العتروس هنايا. ومرحبا مرحبا مرحبا امال هما جاو باش يشاركوا معايا الوليمه. علاش الخوت طبيعه بالزوينه قدام نعيجات، كاين هنايا البريه وهنا الماء، شي حاجه الهربه ديال بصح الخوت، ما خليني من هالنور. ما تلقاش بحال الطبيعه هادي الا في المغرب، تقدر تلقاها في شي بلاد اخرى. ولكن الخوت باش يعيش بحال هكا شي حاجه الهربه ديال بصح. اما العواش ولا مع النورس هذاك مال كيطير تمايا، شي حاجه الهربه خيال العلم اللهم بارك. المهم الاخوان غادي نبداو في التزيين ديال الكيكه ديالنا، غادي نديرو
دانون ديال الشوكولات اي دانون الخوت يعني تقدر دير دانون ديال الشوكولات دانون ديال الشوكولات الابيض دانون عادي المهم انا فضلت الخوت دانون ديال الشوكولات صراحه كيجي زوين كيجي رائع الخوت يا سلام ضروري الخوت اللي ما نحسش هذه في صغرو هذه راه ما كلا لا دانون لا والو ديالنا بسم الله تحيه للوالده ها هي اللي صوبت لي الكيكه الخوت بغيتكم كاملين تنزلوا لي كومونتير وديروا معاها صراحه الله يخلي لكم حتى نتوما وليديكم حاولوا اننا نسرحوها كامله لهاد الكيكه هذه بعد ما الخوت دهنا الشوكولات ديالنا غادي نديرو باستا يعني باستا تقدر تشري طونيك اي حاجه ولا ما نديرو اشهار كون عامر الشوكولاته انا صراحه نحس هذاك الحك هذاك ديال دانون المهم غنديرو اي باستا يعني اي باستا عندكم نتوما الخوت المهم تكون باستا وصافي هادي الخوت هي اللي غادي نحكوها الخوت خلاص كي كيجي داك الشيء مقرمش اخوتي كنحكو داك طونيك ديالنا كنديرو هاد السيجار قلت لكم دابا يا لا لقاو مفرتك انا ما لقينا مفرتك حسن اخوتي بغينا حنا يبقى واقف انني غادي نقاد هاد السيجار هذا غنقادو على شكل هايا غنقادو واحد بعدا هايا واحد السيجار ما كنتش باغي هذا الخوت كنت باغي واحد اخر سهل الخوت صدقني هذا ما عندنا ما ندير راهي الكيكه ديالنا الخوت وجدات على حقها وطريقها ها انتم الاخوه اللهم بارك الكيكه كما كتشوفوا هي راه وجدات هايا واحد كار كتبناها الخوت كما شفتوا بهذاك السيجار اللي قلت لكم صافي المهم تمت العمليه ديالنا بنجاح اخوان الشاب داش كتصب الله يجب داش كتصب قسما بالله العظيم رغم هكاك ماشي مشكل الحمد لله بها غتصبها واحد شويه وصافي بغاش تمشي هو لكم الموتور صار لي انا اللهم بارك الكيكة ديالنا المهم غادي ناكلو دابا الكيكة ديالنا غنقسموها بسم الله الصلاة والسلام على كاع ما ساخي بهاد الكيكة نقطعها وقسما بالله جات منظر رائع الخوت صراحة الصراع ديال بصح ناضية من الاختراع ديالها الخوت يعني دبرت لها على هاد التويشيات هادو وقلت علاش لا نشاركها معاكم باش نتوما يعني تستافدو كاين اللي كيعرفها كاين اللي ما عرفهاش ما عرفتش انا ما الله اعلم المهم قديتها بالاختراع ديالي وهادشي اللي كاين الخوت المهم غنتوكلوا على الله غادي واحد بسم الله الله بعد الشواء درك تصب الشال الخوت والله هاد الواحد نقسموهم نخلو لي واحد شويه غندوقو الطريف هذا بسم الله ديرها الخوت ويلي 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 وتحياتي لك الوالده هاي الكيكه اللهم بارك شوف كي دايره يا سلام الله يتلاه ديال الخوت كتشهي شامط من النظره من النظره الخوت راك تبان لك يا سلام والله قدام هذا المنايضر شوف كي دايره شوف يا سلام اللهم بارك الخوت
غنكبو عليها واحد الكويس ديال المناضة. تمنيت الخوتي يجي شي واحد يشارك معايا هاد الكيكه هادي صراحه، احتفل معانا حتى هو علاش لا. ولا قبل الخوت 100 كان الخوت ان شاء الله غندير لكم كيكه كبيره ولا شي احتفال هربان يلا بصح باش تقدروا لي في الخوه غندخل وسط البحر وسط شي حاجه وندير لكم احتفال. هرب الهرب الحمار هادي مازال الخوت البدايه باقي افتتاح. بسم الله الخوت هاي بخاطركم اللهم بارك. تمنيتكم وسمحوا لي بزاف الخوت باش هيتكم سمحوا لي بزاف 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 وسمحوا لي بزاف عاوتاني على حسابات البرد هذا والازعاج. سمحوا لي بزاف الخوت عشان انا كنصور بالتليفون الخوت كما نتوما عارفين من الجداد اللي ما عارفينش راه الخوت كنصور بالتليفون ما كنصورش بالكاميرا وهادشي اللي كاين نتوما عارفين التليفون كيفاش داير يعني راه كيسمع البرد ديال بصح الا كان البرد راه كيسمع البرد ما عندي ما ندير الخوت ان شاء الله الله يسهل علينا في شي كاميرا جو برو ان شاء الله يا سيدي ربي والشي الخوت الحضرات راه الهربه الفيديوهات الخيال العلم هذا خلاص الماء ولكن الخوت غالب الله ان شاء الله يستر لينا الله. المهم نتوكلوا على الله بسم الله. واه على كيكه كبيره يا سلام ترى طريه طريه وهشيشه سير الوالده الله يعطيك الصحيحه والسلامه يا ربي الله يخلي لكم نتوما والديكم والله يخلي لي الوالده الوالدة والواليد وخوتي كاملين الخوت الله يخليهم ليا والله يخلي لكم تنتوما والديكم والله يخليكم ليا تنتوما يا الخوت المشاهدين نتوما راه الخوت راه اعز حاجه عندي هما نتوما الخوت يعني ملي كنجي كنبغي نطيب شي حاجه وكنبغي نشارك معاكم كنفرح بزاف 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 صراحه كتصورش الفرحه لي ديالي قداش كتوصف يعني راه شي حاجه راه كبيره بزاف بزاف والله تحياتي ليكم وكنبغي نشكركم بزاف حيت بيكم الخوت باش انا دابا فرحان وكنحتفل بهاد وحدك بصراحة انا راه عندي شي حاجه كبيره شي حاجه كبيره الخوت وكيدوز كيدخل عندنا الجداد كيعطوني اراء جداد يعني كيتواصلوا معايا الناس في انستغرام كيدوزوا كيشجعوني بالتشجيعات ديالكم الصراحه والله هادشي كيفرحني وكيحفزني اكثر يعني نعطي شي حاجه اكثر واكثر اقسم بالله يعني باش نعطي شي حاجه اكثر واكثر ونعطي ما في جهدي اي حاجه على ودكم نديرها الخوت والله بسم الله والله تابنينا قسما بالله سمحوا لي بزاف الخوت على التعطيل اللي تعطلت صراحه راه كما شفتوا البارح الخوت كانت الشتا قبل منا كانوا عندي شي ظروف مشيت قديتهم يعني مشيت ريقلتهم الخوت ومن بعد راه كنت عيان الخوت كان ضاربني البرد ومني جيت بغيت ندير لكم فيديو جات الشتا سبحان الله العظيم الحمد لله بها صراحة ودابا يا الخوت راه لقيت الفرصة الحمد لله اليوم جو زوين مشمش وناضي قلت علاش لا ما ندير لكم الفيديو اليوم ونشاركوا معاكم صراحه مولف انني كندير لكم بري ولكن ضروره خط نهار مزيد ما ناقص يعني ندير لكم واحد الفيديو اللي خاص الشكر ديال ليكم نتوما شكرا لكم بزاف بزاف هو راه ضربت هاد الطريفات هادو صراحه وقفت ديال بصح ما كديتش نكملها والله العظيم ما كديت نكملها تمنيت انه يكون يجي شي واحد الخوت يبان لي دايز من هنا هاد مولي الماطر اللي كانوا كيدوروا هنايا عيطت لهم قالوا لي بالصحه صراحه ما قال لي راه واكلين وهادي دنكدن ربي شي مرضي الوالدين يبان لي دايز من هنايا صراحه
تمنيت ذاك الراجل ما جا جيتي ها هو اللي كاين هنايا مسكين ما عرفت واش عايش تمايا والله ما عرفت. كنا جا جيتي الخوت راه غادي نشارك معنا الوليمه. المهم الاخوان راه هذيك الكيكه الخوت غنهزها معايا الخوت غادي نديها معايا. الا لقيت شي واحد معايا في الطريق يعني الا لقيت شي واحد في الطريق تلاقيت معاه غادي نعطيها ليها الخوت ياكلها. وهادشي اللي كاين حتى الخوت من الصباح انا مريح هنايا والو وما كاين حتى واحد الخوت ما داز حتى شي واحد. مولف ملي ما كيكون هكا كنا جايين هنا مريح كيبان لي كيدوز الناس دابا ما داز حتى واحد الخوت غنمشي انا الخوت. وهادشي اللي كاين سمحوا لي على هاد البرد هذا صراحه يعني راه كيكون واحد شويه الازعاج ديال البرد ولكن عذروني الخوت راه كنصورها في التليفون. وهادشي اللي كاين المهم غادي يكون سهل الفيديو ديالنا اللي الصراحه داز جميل بزاف 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 معكم نتوما الخوت. تحياتي لكم كنبغي نشكركم بزاف عاوتاني مره اخرى شكرا لكم بزاف 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 من القلب. الحب ديالي لكم صراحه غادي كيتزاد اكثر واكثر واكثر. تحياتي لكم كنبغيكم بزاف وغيكون سهل الفيديو ديالنا نتمنوا ان يكون عجبكم ونال الاعجاب ديالكم. وتحياتي لكم كنبوس عليكم الخوت بزاف بزاف والسلام عليكم.